إن النظام يجند مخبريه من مجموعة عريضة من العملاء المنتشرين في كل مكان. يتم القضاء على هؤلاء العملاء بعد انتهاء مهمتهم ومحو أي أثر لهم. هناك مثالان هامان. المثال الأول يخص الدموي عنتر زوابري، والمثال الثاني المجرم أحمد مراح. شهر فبراير سنة 2002، وفي احتفال مرح وبحضور وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، قدم اللواء فوضيل شريف إبراهيم، قائد الناحية العسكرية الأولى، غنيمة حرب غير عادية في مقر الناحية العسكرية الأولى نفسها، الجثة الهامدة لعنتر زوابري. صرح فوضيل شريف أن الوحدات الخاصة قد تحركت استناداً لمعلومة، وأن الحي الذي وجد فيه المهاجمون قد حوصر، وأن العملية المتمثلة في تحييد 3 إرهابيين بما فيهم عنتر زوابري قد دامت عدة ساعات. تصريح أقل ما يقال عنه أنه غريب، لأن ما يعرف عن وسائل حرب المخابرات أن القبض على 3 أشخاص مهما كانت خطورتهم لا يمثل إلا لعبة أطفال بالنسبة لعناصره أو الوحدات الخاصة الأخرى للجيش. في الحقيقة، فإن عنتر زوابري كان من المفروض أن يلتقي الضابط المكلف به، الرائد توات محفوظ، المدعو جمال المدعو أبو محمد. إن هذا الضابط الذي ينتمي إلى DRS وأصله من بابا حسن، قد قضى معظم حياته المهنية كنائب لجمال زيتوني منذ أن كان ملازماً أولاً. واسماعيل العماري هو الذي يتابع شخصياً تطور ملف توات. كما كان مقرراً، فقد تم تحديد الموعد عند عميل للرائد جمال، وهو تائب مزعوم اسمه عبد الحكيم بومدين، الذي يسكن شقة موجودة بشارع الإخوة كرار غير بعيدة من ملعب محمد إرقاق ببوفاريك. وصل عنتر زوابري لمكان الموعد مصحوباً بأحد نوابه الملقب رشيد بوثلج يوم الخميس ظهراً، حيث ينتظرهم عبد الكريم بومدين. كان من المفروض أن يكون اللقاء صباحاً. في نفس العشية وصلت وات إلى المكان مصحوباً بثلاثة من رجاله، ودخلوا إلى العمارة. كان لتوات أوامر صريحة، القضاء على زوابري بسرية تامة. لم يشك زوابري في أي شيء إلا عندما قفز رجال الرائد جمال عليه وحاولوا ذبحه، ولكن بدون جدوى في أول الأمر، وجرحوه فقط على خده، ولكنهم نجحوا في آخر الأمر رغم صراعه، وذلك أمام أعين الاثنين الآخرين المدهوشين. فقد أمر الرائد جمال بوثلج وبو مدين البقاء خارج الموضوع لأن زوابري خان، فلا بد إذن أن يدفع الثمن. على الساعة 8 مساء لم يعد الدموي زوابري إلا جثة تعوم في بحر من الدم. وأعطى الرائد جمال أوامر واضحة لبوثلج وبو مدين، وكلفهم بحراسة جثة زوابري إلى أن يرجع لأخذها في يوم الغد، ولكن لم يأخذوا في الحسبان مخططات إسماعيل العماري وفوضيل شريف اللذان يحتاجان إلى الرجلين لإكمال سيناريوهما. في يوم جمعة هادئ كالعادة، سمع انفجارات ورمي بالرصاص كثيف للقوات الخاصة التي أرسلت على جناح السرعة إلى المكان من طرف إسماعيل وفوضيل شريف. عندما اكتشف الضحيتان الحيلة كان الوقت متأخراً. كانت الوسائل العسكرية المستعملة ضخمة، والرمي بالرصاص نحو المبنى دام 3 ساعات. على الساعة 7:30 تقريباً كانت كل مدينة الجزائر على علم بمصير زوابري. بعد 50 يوماً ولد زوابري جديد، أبو تراب. خرج تواً من أدراج مصالح المخابرات كالعادة، فإن هذا التعيين على رأس الجية يأتي هو الآخر بقسطه من المذابح المعتادة التي لا تنتهي. الذراع الأيمن القديم لمصطفى بوعلي
الزعيم الأول للحركة الإسلامية المسلحة المولودة بالجزائر في بداية الثمانينات. كان أحمد مراح قد حكم عليه بالمؤبد وسجن ما بين 83 و 89، أين تم قلبه مع كثير من الآخرين من طرف المصالح العملية للأمن العسكري، وذلك قبل إطلاق سراحهم بقليل. في بداية التسعينات اشتغل أحمد مراح بإخلاص تحت رعاية ضابطه المعالج الجنرال إسماعيل بهدف تنوية الحركة الإسلامية الجديدة، والأخطر من ذلك فقد كان كذلك المهندس الذي شارك بقوة في إنشاء المجموعات المسلحة الأولى في بلاد القبائل، وذهب إلى حد توزيع السلاح والذخيرة الموجود في مخازن الدي سي يو على متطوعي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية النزاع. إن هذا العميل غير العادي، قد قدم خدماته مجاناً عندما تم تجنيده، وزاد على ما يطلب منه لجلب رضا إسماعيل. لقد قام بكثير من الأعمال القذرة، وكلفه إسماعيل الذي أراد تنظيف البيت بتصفية بعض الضباط داخل مصالحه نفسها، وكانت تنسب هذه الجرائم إلى الجماعات الإسلامية. إنها نعمة بالنسبة لإسماعيل الذي أراد أن يصفي حساباته مع معارضه داخل المديرية المضادة للتجسس دي سي يو، وحتى داخل الدياراس، وذلك بفضل قتلته المتسترين المستعدين لكل شيء مثل أحمد مراح. كان الكشف الصحي واضحاً، موت بتسمم يوم 19 فبراير 2002، قالت جريدة يومية في عددها الصادر يوم 25 فبراير 2002، موت مشكوك فيه لرجل يعرف أكثر من اللازم، مؤكدة أن الأطباء أكدوا موته بالتسمم قبل أن تختم أنه يهدد كثيرا من المصالح. لماذا تمت تصفيته؟ في حوار نشر في جريدة صادرة بتاريخ 12 فبراير 2002، انتقد مراح حرب المجموعات بواسطة القبائل التي تشتعل في شرق الجزائر. ندد العميل في تصريح له بتلاعب السلطة بالإسلاميين وبالإرهاب بصفة عامة، وهاجم أصحاب السلطة الحقيقيين، وذهب إلى حد القول بأن منافسي المافيا التي تحكم الجزائر ليسوا لا الإسلاميين ولا الإرهاب، ولكن كل من يهدد مصالحهم من قريب أو بعيد. لقد ذكر مراح الاختفاءات المأساوية لآلاف الأشخاص المقبوض عليهم من طرف مصالح الأمن، والتي تمت خاصة ما بين سنوات 1993 و1995. يذكر عدد 15,000 شخص قبض عليه من طرف مصالح الأمن، والذين لم تظهر أخبارهم إلى اليوم. وقد صرح أيضاً أنه يفكر في نشر كتاب حول ظروف لإنشاء بعض الأحزاب السياسية، خاصة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD وحماس. وفي نفس الوقت اتهم علناً محفوظ نحناح بأنه أنشأ حزباً سياسياً بطلب من مصالح الأمن بهدف معارضة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما اتهمه أيضاً بإشرافه على إرسال الشباب الجزائري إلى أفغانستان في الثمانينات. وشريط فيديو يدل على ذلك خلال محاضرة التجنيد للجهاد في أفغانستان، فإنه يعطي بعض الحيل ويبين كيفية ذبح الأسرى الروس. أسابيع قليلة قبل موته، فقد أعطى مراح حواراً لصحفي أجنبي قريب من الجنرال توفيق، وتحدث عن بعض الأشياء المزعجة لماضيه النضالي، وخاصة اغتيال أخي بوعلي والهجوم على مدرسة الشرطة للصومعة وإنشاء الحركة الإسلامية المسلحة والجماعات المسلحة. والخطير في الأمر أن الهجوم على ثكنة الشرطة بالصومعة قد تم توجيهها من الرئاسة، لأن وراء هذا الهجوم تختبئ المتاجرة بالأسلحة الفاسدة. حينها أمضى العربي بلخير والهادي الخديري صفقة هامة لشراء الأسلحة بسعر جذاب مقابل نسبة من ثمنها لصالحهم يدفعها البائع. لكن عندما سلمت الأسلحة اكتشف مسؤول الشرطة أن الأسلحة المخزنة في الصومعة
غير مطابقة لدفتر الشروط. وبمعجزة تحصل بوعلي على معلومات حول وجود كمية هامة من الأسلحة في الصومعة. إذن تم الهجوم على المدرسة في هذه الظروف الغامض، والمدير نفسه كان خارج الوطن. والأهم من ذلك أن مخزون الأسلحة الفاسدة قد اختفى، والضباط القليلين العارفين بالقضية قد تم إبعادهم أو تصفيتهم، وهكذا حقق بلخير ضربة كبيرة. أصبحت اعترافات مراح مصدر تهديدات حقيقية بالنسبة لأصحابها المناورين، لأنه يمكن أن يكشف بعض القضايا المشبوهة مثل ظروف اغتيال محمد سعيد وعبد الرزاق رجام أو جماعة التكفير والهجرة التي تعمل في مسجد كابول ببلكور، وإمامها لم يكن سوى النقيب أحمد بو عمرة، الضابط الذي حولته المخابرات إلى إسلامي بهدف جمع المعلومات حول الجهاد في أفغانستان في بداية الثمانينات، وكانت مهمته عند رجوعه إلى الجزائر عام 1989 خرق صفوف جماعة التكفير والهجرة. حتى ولو أصر أنه لم يشارك في العنف في الجزائر، فإن مراح اعترف على الأقل أنه كان المسؤول العسكري للمنظمة، وفي نفس الحوار فقد صرح أن العنف قد خطط له في أعلى مستويات للسلطات الجزائرية. بعض كلامه كان محرجاً بالنسبة لأصحاب القرار الحقيقيين في الجزائر. ككل انتهازي الذي لا يبحث إلا على تحقيق طموحاته، فقد تخلى عن إسماعيل ووقف في صف الجنرال توفيق يسانده ضد بوتفليقة. يذكر مراح في نقده لبوتفليقة: إذا صمم بوتفليقة في لعب ورقة الإسلاميين بهدف تفكيك النظام، فإن التائبين الذين استفادوا من العفو سوف يدفعون إلى الالتحاق بالجبال، وبالتالي تستديم الفوضى. وهذا ما حدث بالضبط في قسنطينة وجيجل وسوق هراس. تم اغتيال بعض التائبين مما أدى إلى تجمعات تذكر بتجمعات بداية التسعينات. إن مراح ينفخ الحر والبارد بقوله لمختلف وسائل الإعلام أنه يملك معلومات جديدة تخص قضايا خطيرة. هذه المعلومات قد تم جمعها لدى مصالح الأمن التي يقول أنه ينتمي إليها. لقد ذكر ملفات ساخنة مثل ملف اغتيال الرئيس محمد بوضياف الذي تخلص منه الجنرالات عندما انتهت مهمته. يلمح مرباح إلى حل الفيس وإعلان حالة الطوارئ وإقامة محتشدات الجنوب. إن سوء النية الفادحة للطبقة العسكرية في محاربة الإرهاب تضع موضع الشك إرادتهم في القضاء على هذه الآفة. تحصن المافيا السياسية والمالية وتفرعاتها في وزارة الدفاع الوطني. فيما يخص التزوير الذي ميز الانتخابات التشريعية لعام 97، فقد شرح كيف استطاعت السلطة استغلال مجازر الرايس وبن طلحة وابن يمسوس لتدعيم وترقية الآراندي في انتخابات 23 أكتوبر عام 1997، وذلك بالحث عن التصويت الأمني. إن أحداث القبائل التي تستعمل دائماً كرهان لحرب بين الجماعات، والتي أثيرت وغذيت بهدف زعزعة زروال ودفعه إلى باب الخروج، والأغرب من ذلك أيضاً هي الموهبة الأدبية التي اكتشفها مراح فيه. لقد خطى خطوة لم يخطوها من قبله أي عميل، وذلك بنشره مخطوطات منتقات من الأوامر التي كان يتلقاها من إسماعيل العماري. لقد كلفه هذا الأخير بمهاجمة الجنرالين باتشين وزروال في كتابه ثلاثية الجنرالات، فقد ساهم بطريقته في تصفيتهم السياسية. كل هذه النقاط وأخرى كثيرة قد ذكرها مراح بكثير من الوقاحة. كان يفكر ببساطة أن الأسرار الثقيلة التي يحملها سوف تضع السكين على رقبة إسماعيل العماري وجنرالات أخرى. لقد انتهت طموحاته بقتله. هو العميل البسيط الذي كان يدعى إلى الحفلات الرسمية ويرى نفسه وزيراً مثل مراني وسعيد قشي وبعض إسلامي الخدمة. عندما نعرف الثمن الذي يدفعه أصحاب القرار من أجل البقاء في السلطة، فإنه من الطبيعي أن نقول أن عميلاً تافهاً
لا يزن كثيرا في الميزان، ولكن كان لمراح الوقت لأخذ قهوة أخيرة في مكتب إسماعيل العماري بغرمول قبل أن يسقط مريضا في مكتب بنفليس. كان ذلك كثيرا بالنسبة لعميل لم يعرف قدره، والذي انتهى الأمر به مثل إيكار عندما احترقت أجنحته الشمعية بسبب إصراره الوصول إلى الشمس. ما شفت هذا الدنيا فتنة.